مرحبا أعزائي المشاهدين، اليوم حبيت أقدم لكم وصفة كتير هينة، واللي هي وصفة كيف نعمل تشوكلت مافن. المافن بالشوكولا بنكهة لذيذة ومميزة وطريقة سهلة وبسيطة. أوكي، أول شي مثل ما شايفين عندي طحين بوعاء كبير. أنا اليوم حطيت كوب من الطحين الأبيض وثلاث أرباع كوب من طحين الشوفان. إذا كوب من الطحين العادي وثلاث أرباع كوب من طحين الشوفان، ممكن استعمال الطحين الأبيض كوب وثلاث أرباع فقط. أوكي، يعني في إذا ما عندي طحين شوفان في استعمل كوب وثلاث أرباع من الطحين الأبيض. أوكي، إذا مثل ما شايفين رح أضيف فوقهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر. اوكي، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وايضا بحضيف نص معلقة صغيرة من الملح وكوب من السكر الاسمر. كوب من السكر الاسمر، انا بس احكي كوب يعني عم بستعمل هذا الكوب لكل المقادير. اوكي، كوب من السكر الاسمر، معلقة كبيرة من القهوة الصباحية اللي كلنا بنشربها لاخد نكهة مميزة، رح استعمل ربع كوب من الكاكاو باودر، ربع كوب من الكاكاو باودر. اوكي، مثل ما شايفين كاكاو نخلته، وراح استعمل معلقتين كبار من فيرميسيل الشوكولا. اوكي، هلا في استعمل فيرميسيل ملون اي نوع، في ما استعمل بالمرة بس انا للمنكهات هذا متوفر. في استعمل شوكولا تشيكس، في استعمل اشياء كتيرة بقلبه، في استعمل قلوبات بندق او شي. انا رح اعمل هذا الكيك بهذا الشكل. رح نحرك المقادير الجافة ببعضها. اما بالنسبة للمقادير السائلة مشاهدينا، رح استعمل بيضتين، قليل من الفانيلا السائلة إذا عندي. أكيد في استعمل الفانيلا البودرة، ما في أي مشكلة. نخفق قليلا، اوكي، من بعدها بنضيف مقدار كوب من الحليب. اوكي، كوب من الحليب، ونصف كوب من الزيت النباتي، نصف كوب من الزيت النباتي. اذا ضيف المقادير السائلة فوق المقادير الجافة، اوكي، بحركهم شوي شوي، ما لازم احركهم كتير، بس مجرد ما يختلطوا مع بعض. اوكي، هلا مجرد ما اختلطوا مع بعض صاروا عندي جاهزين لأوضعهم بالقوالب تدخلهم على الفرن. اوكي، مثل ما شايفين مشاهدينا عندي القوالب جاهزة. اكيد فيي استعمل الورق تبع المافنز اللي بحطه هون وبحط فوقه الخليط.
أما أنا صراحة فعندي من هيدي النوع الجيلاتين اللي بتفوت على الفرن بتحمل حرارة، رح استعملها. هي شكلها مربع، ولكن مجرد ما أدخلها على القالب رح تاخد الشكل اللي بدي إياه. أوكي، حطيتهم بالتراج. رح استعمل التراج لأعمل المفن أكيد إلى المنتصف فقط او اكثر بشوي من النص، ما بكتل لانه بعد بده يرتفخ عندي المفن. شفتوا بقي عندي تعمل لي بعد 6 او 7. اوكي، رح شيل قليلا من هون. اذا رح ادخلهم على الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25 دقيقة. إذا 180 مئوية لمدة 25 دقيقة. لما يخلصوا بفحصهم بالكردون بالمنتصف، إذا كانت عندي الكردون ناشفة يعني جاهز عندي وصار عندي جاف من الداخل، أو بالسكينة، في دخل سكينة بمنتصفه. إذا كانت عندي السكينة جافة يعني المفن صار عندي جاهز. اوكي، مثل ما شايفين مشاهدينا عندي الكيك جافة، ما التصق عليها اي شيء. اوكي، من المنتصف جافة، اذا عندي صار جاهز. اذا مثل ما شايفين المفن صارت عندي جاهزة، مفن بالشوكولا كتير لذيذة وطيبة. بتمنى هيدي الوصفة تكون عجبتكم واستفدتوا منها. تابعونا، ما تنسوا مشاركة الأصدقاء. رح فرجيكم من الداخل مثل ما شايفين، منا جافة أبدا وكتير شهية. رح أدوق شقفة منها، لذيذ جدا. بتمنى تكون عجبتكم. بدي ألكن إلى اللقاء، إلى حلقة مقبلة.